فانوس، علمنا أفضل دروس، دروس بالصوم والصلاة، بشهر الخير والطاعة. السلام عليكم، أنا أحب رمضان وأحب أن أتعلم أكثر عنه من الأصدقاء. السلام عليكم حسن. هاي حسون. هاي وين شريط؟ مين؟ أهلا أهلا شباب. شو بك؟ مين مزعلة؟ ما حدا ما حدا، مين قالكن اني زعلان؟ طيب ليش اجيت هيك؟ لا بس ما انتبهت لكم. غريب، شو عم تحاسبني فهد؟ ما انتبهت لكم. مبروك روق، مو لازم هذا. المهم دلوقتي انت هتساهم معانا؟ ايه اكيد. لا بس ما معنا فرق. حسن هالحركات ما بيمشي علينا، انت بذاتك قايلنا انه كل يوم مصروفك 10,000 صح؟ صح، بس اليوم ظهرت مستعجل من البيت، غيرت البنطلون، نسيت المصاري بالبنطلون التاني. غريب، بس نفس البنطلون اللي كنت لابسه أمس. لا بتكون غلطان، أكيد بكرة حسن رح يتبرع لنا. إيه أكيد أكيد. باي حسن. باي. ما شاء الله 80,000 ليرة مبسوط فيهم مرة. ايش يقدر يجيبوا هدول؟ فنحن مش رح نقدر نلم ملايين الليرات، المهم نلم على قد حجمنا وامكانياتنا. بعدين انت ليه اليوم معصب؟ فهد المهم النية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات. فهد بعدين انت ليه عدق اليوم هيك؟ ليه معصب؟ حسن عصبني، ما شفتي كيف صار علي؟ بسيطة، حسن صديقنا وبيمون علينا. بس أنا ما قلت له شيء. فهد خلص ما بدها هالقد، وين حسن الخلق اللي بتقلنا عليه إنه أبوك علمك عليه؟ مش أنت شعارك كظم الغيظ؟ صح، دائما بابا يقولي كظمين الغيظ. لكن عمول بتبقى بيقول لك أبوك. أنا متأكد إنه نفس البنطلون اللي كان لابسه أمس. يييي بركي ما معه مصاري، أنا على طول بتصير معي. يقول ما معه، ما يكذب، أنت تكذب؟ طبعاً لا. يا جماعة، روقوا، حسن كذب مش لأنه ما معه مصاري، حسن صاير معه شيء، أنا أكيدة. طيب أقولكم شو صاير معه؟ هيدا اللي مطلوب نعرفه. فارس حسن ما من كده عم تحكي؟ ماشي سألونا اتبرع له، قلت له ما مع مصاري. برافو عليك، اوعى تخبر حدا بيننا ولا بتعرف شو بصير. لا والله ما خبرت حدا. برافو عليك، وين المصروف اليوم؟ حاضر حاضر. فارس فيني اخذ منهم 2,000؟ ليه؟ بدي اتبرع لهم ب1,000 بدي اشتري منقوش الجعان. هلأ ما بتقدم لك أخر. بالنسبة للمنقوشة هم بيعملوها بزيت محروق. ما في روحة على البيت غير لا تخبرنا شو عم بصير. ولا ليه ما خبرتنا؟ خبرت الإدارة على الأقل.
إذا عرف إنه خبرتكم رح يدق لبابا ويقول له إنه فتحت التليفون بالصف ويحرمني منه لمدة شهر. أصلاً التليفون ما له لزوم بالمدرسة. معكم حق. شفت إنه خليته يستغلك ويخوفك على الفاضي؟ وروحت عليك ثواب الصدقة. هربت من المسؤولية وفضلت تسمع من واحد مستغلك؟ معكم حق. هلا شو بدي أعمل؟ ما قلنا إلا فانوسي. السلام عليكم. السلام عليكم فانوسي. تفضلوا، فانوسي دائما لديه الحل. مشكلتنا هي يا فانوسي. قصدك الخوة؟ خو مخوة. شو بتسمي هيدا اللي عم تعمله معه؟ قوي نبضك اليوم. هذا المعلم مخليني روح عند كتير شي عاملة. شكله في كتير ناس بياخد منهم خوات. انت اكيد طايق مخك اليوم. عطيني مصاري حسن ما ديرا بياك. ديلا شوف ديلا. خبرتون؟ ماشي يا حسن انا بفرجيك. شو رح تعمله؟ رح تضربه مثلا؟ لا رح نقرأ ابوه هو اللي رح يضربه. ما تخاف احنا ما تربينا على الضرب. ما طول سيرك فهد احسن لك. شو رح تعمل يعني؟ هيدي اخلاق المسلم. انت تعودت هيك تتعامل مع رفقاتك. انا بعرف انه ما اخذ حياء فهو حرام. كيف يلي بيتاخد بالغصب؟ هيدي اسمها سرقه. لا هو كان اللي عم يعطيه المصاري. سكوت. خليته ينحرم من ثواب الصدقه وخليته يكسب علينا وعلى اهلاته. عيب عليك، احنا ما حنتكلم معك. في حد هو اللي حيتكلم معك. شو قصدك فارس؟ لا لا عندي نادي. حسن أقلع عن استعمال هاتفه في الصف وبات ينتبه أكثر وتحسنت علاماته. فارس طرد من المدرسة لمدة أسبوع. أما الأصحاب فقد جمعوا 300,000 ليرة للأطفال المصابين بالسرطان. فاصل قصير ونتابع. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. والآن هيا نردد هذه السورة الكريمة سويا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. فصلي لربك وانحر. فصلي لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. أيها الأجمل برأيكم؟ الإنشاد. فلننشد مع الأصدقاء هذه الأغنية. النجمة سألت باسمة في الليل القمر. ما دمت من الأرض قريبا تسمعها وترى. من جاء إلى الدنيا يوما فأدى البشر. ما
يبدو أنه قد حان وقت الوداع. إلى اللقاء، إلى اللقاء. هيا هيا يا فانوس، علمنا أفضل دروس، دروس بالصوم والصلاة في شهر الخير والطاعة.